من جريندو تعدي خطير محمود وتصويبه محمود الجبل هدف هذه كرة خطيرة كرة خطيرة فرصة فرصة يا جريندو يلا يا جريندو راح جريندو لعب كرة عرضية جول 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 لمحمود وادي هدف أول للنادي المصري الآن الله يا جريندو على هذه التمريرة الله الله على هذه التمريرة المصري يضرب الآن بالهدف الأول هناك في ملعب الثامن من مايو يسجل عن طريق محمود وادي ادي محمود وادي وبروح رياضيه عاليه جدا لا يريد ان يحتفل بالهدف ايضا محمود وادي يسجل في مرمى زيماموش ليصعب بكل تاكيد من ماموريه الفريق الجزائري في العوده من جديد ليعني اجواء هذه تترك وادي عايز يستلم ادي قوه محمود وادي بيعدي من بازوكا فرصه للنادي المصري لو لعب بشكل جماعي يوصل الكوره ممكن جول جول احمد شكري عملها وادي من اول تمريره سليمه يلعبها لاحمد شكري وايه الحرفنه دي احمد شكري يحطها تشيب من فوق الحارس محمود السنفلي هدف اول في اللقاء في الدقيقه 66 يسجل الهدف 66 في الدوري وبرأسية الوان تري بص تسديدة عمرو موسى بص عمرو موسى تسديدة رائعة كوفي والكور الثابتة برضه محمود وادي ايه الاسيست ده يا راجل ايه الاسيست الرائع ده التسديدة الحلوة دي ما ينحاش الزنفولي والكورة على طول تدخل هدف تاني لصالح النادي المصري المباراة اتقلبت في 3 دقايق نرجع على وسط الملعب مره ثانيه خلاص ثواني الاخيره من زمن الشوط الاول وادي 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 وبكر هيختمها كان هيختمها ويكدبني وادي يا سلام عليك يا وادي انطلاقه في وسط ثلاثه ده جري في الوادي جري لوحده في الوادي زقها وثلاثه حواليه بيقدفه بيقدفه وسقطها حلوه حلوه لولا الشناوي وبراعته يبقى الولد ده قماشه حلو الولد ده قماشه حلوه انطلق انطلاقه روعه الروعه في وسط الثلاثه وباطراف اصابعه الشناوي برافو دي الاول نقول لكم التغيير اللي حصل من ناحيه شمال عد 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 عرضيه ولمها وعرضيه وهي وهوب لكن يا ولد يا لعيب تغيير طلع الباك شمال جريندو وادي 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 لكن شكل الولد ده المكنه هتجيب قماش شكل وادي المكنة هتجيب قماش أول نص ساعة كان مخطوط لكن بدأ يشتغل وبدأ يفتح برجله في وسط النادي الأهلي وادي التسديدة الروعة تضرب وتطلع ضربة ركنية لعبة تطبيق اللولبية اللولبية لكن مش معدية المرة دي مقطوعة وقلشة على وسط الملعب انطلاقة لإسلام إسلام يحطها حلوة قوي وادي 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 يا سلام يا شناوي يا سلام يا شناوي طلع في منتهى الروعه والجساره لو راحت الوادي كان بقى فيها كلام تاني وقع وادي و
منتهى الروح الرياضيه النادي الاهلي. طلع الكوره الناحيه الثانيه خالص ولا اسلام بلد ده اسلام اعتقد الواقع هتشوف، لكن انطلاقه كانت حلوه قوي قوي قوي. وادي هو وادي فعلا هو وادي دخل في منتهى القوه الشناوي فتح الشالوف ده عنده شالوف بجناحين بص جناح يمين اهو وجناح شمال الثاني اهو طلع يا ساتر ده شالوف يمين وشمال شادوف يمين وشمال يجيب اي كتف اي كتف تفكر على الأرض لكن مصر